السلام عليكم. بالبداية أحب أنوه أنه هذا الطب أبدا ما يغني عن الطب الحقيقي، ولكنه طب بديل وطب الأعشاب ومعروف منذ مئات السنين. اليوم حلقتنا إن شاء الله عن التنحيف. بعض المتابعين طلبوا مني بعض الخلطات اللي يستطيعون بها تنحيف أجسامهم، واليوم إن شاء الله راح أذكركم بعض الخلطات المجربة والمهمة. أولا، استخدام الشاي الأخضر مهم جدا في التنحيف، وطريقة استعماله ملعقتين كبيرتين في كوب ماء مغلي، تتركه ربع ساعة يبرد، بعدين تتناوله قدح واحد في اليوم. وهذه الخلطة تعمل على منطقة البطن والأرداف، ويستطيع أن يستخدموها مرضى السكري والضغط لأنها غير مضرة نهائيا. أيضا نستطيع أخذ ملعقة من خل التفاح بعد الغداء، وبعد العشاء الخفيف ملعقة من خل التفاح، يعني مرتين ملعقتين من خل التفاح. الخلطة الثالثة من العشاب المرحوم حسن خليفة، وهي مجربة أيضا، وتتكون من أربع أنواع. أولا، إكليل الجبل 100 غرام، مرمية 100 غرام، أوراق النعناع 100 غرام، وزعتر 100 غرام. تخلط جيد. نأخذ ملعقة في كوب ماء مغلي، نتركها ربع ساعة، ثم نأخذها مرتين يوميا، ونأكل قطعة من الباذنجان بقشره بعد العشاء. بعد 30 يوما ستكون النتيجة مذهلة إن شاء الله. عطارة الشمري.